A physics book slides off a horizontal table top with a speed 1.4 meter per second. يبقى انت قاعد على طاولة زي اللي انا قاعد عليها كده، وبعدين كتاب الفيزياء طاح منك طبعا بدون قصد، ادري بدون قصد يعني، ونزل على الارض. مع السلامة. طبعا اكيد مش هتوطي تجيبه يعني، ده كتاب فيزياء يعني. لكن لو الموبايل طبعا تجيبه. طب هيسألني عن ايه؟ بيقول نزل في 3.2 seconds، عايز الهايت الاتش ده، وعايز الهوريزونتال ديستانس اللي هي نسميها مثلا دي، وعايز السرعة اللي نزل بيها، السرعة اللي خبط بيها هنا في. واحدة واحدة. The height of the table top above the floor، واحنا عارفين الزمن اللي نزل فيه، وعارفين السرعة الابتدائية كانت صفر، لأن هو عنده سرعة هنا أفقية كلها 1.4 متر بير سكند. هو قال حتى horizontal أهي، لا horizontal table with a speed. وعموما التيبل ما ينفعش الكتاب يطيح من عليه بسرعة رأسية، لأن الرأسي خاص ممنوع، بس حركته أفقية، فنقول ده كلها horizontal لأن الطاولة horizontal، فأكيد السرعة تبقى horizontal. طيب يبقى وبالتالي السرعة الابتدائية في اتجاه الواي بصفر، واحنا عارفين ان الدلتا واي بتساوي الفي نوت تي زائد نص، طبعا ده بصفر، ايه معروفة، والتي هو الدهان، يعني صفر نص 9.8 وبوينت 3.2 تربيع، يبقى نزل قد ايه اللي هو ارتفاع التيبل او سطح التيبل عن الارض، نص 9.8.32 تربيع ماينس 2 متر. اذا اتش طبعا ده الدلتا واي، يبقى الاتش نفسه 0.502 متر. ده البارت الاولاني. طيب في بارت بي بيقول لي انا عايز الهوريزونتال distance from the edge of the table to the point where the book strikes the floor. طبعا انت ودك يروح بعيد قوي يعني. طيب الدلتا اكس بتساوي مفيش عجله في الاتجاه الافقي، ف في نوت اكس تي يعني هيساوي 1.4 اللي هو الدهاني، 0.32 اللي هو الدهاني، تطلع المسافه الافقيه 1.4 بوينت دبل 8 متر. في البارت سي the horizontal and vertical components of the box velocity، عايز ال vx وال vy and the magnitude and direction كمان of the velocity. طب الأول نجيب ال vx من غير تعب، هي 1.4 متر بير سكند. ليه؟ لأن مفيش acceleration في الاتجاه في الأفق. طب ال vy، ال vy في نوت واي زائد الاي في التي، واحنا عارفين دي بصفر، ماينس 9.8.32، ف 9.8 في 0.32 فطلع ماينس 3.14 متر بير سكند. يبقى عندنا واحدة أفقية كده، واحدة رأسية كده، يعني واحدة كده اهي والرأس كده، عندي تلاتة، دي 1.4 ده 3.14، يبقى كده الفي كده. طيب عايزين نجيب ماجنتيود وعايزين نجيب اتجاه. الفي كماجنتيود الجذر التربيعي لفي اكس تربيع مع في واي تربيع، يعني 1.4 الأول الأنسر نربعه 1.4 تربيع، وجذر الأنسر يديني 3.43 متر بير سكند. يبقى قيمة دي الرقم ده اللي احنا شايفينه. طب والزاوية؟ والله زي ممكن تحسب دي، تسمي دي ثيتا، تقول الثيتا بتساوي
لو احنا عايزين نسمي دي يعني نجيب القيمة دي مش كلها من اتجاه الاكس، وماليش منين، فممكن اقول ثيتا بتساوي شيفت تان الواي اللي هو 3.14 على الاكس هو 1.4. نقول شيفت تان فالثيتا دي ب 66 درجة اور فاي بتساوي 180 ناقص الانسر تطلع 114 درجة. طب مين دي ومين دي؟ الثيتا اللي احنا شايفينها دي، اما الفاي اللي هتبقى من اتجاه البوزيتيف اكس اكسس اللي هي دي، ده محور الاكس وادي الزاوية اللي اسمها فاي. يا تحسب دي يا تحسب المتممة ليها اللي هو 180 ناقص الزاوية اللي اسمها ثيتا.